التواصل مستمر، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، والحديث دائما مع هذه الانطلاقات الجميلة، دوشة صاحبة التوقيت الأفضل المثالي المميز محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. شكرا كمبيوتر الخليج حقيقة على هذا الأداء، بسميك كمبيوتر التوقيت اليوم. نتمنى لكم دائما التوفيق والناموس أيها الإخوة المشاركين. شوطنا السابع اللي انطلق منذ هذه اللحظات خصص للإبكار، نتمنى التوفيق والناموس. زعفران راشد بن عتيج بن سالم بن عبد نجتبي، نتمنى لك التوفيق يا أبو سنيد. النقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني محطة سالم بن حميد الشاعر العليلي، ثالثا من الجانب الآخر عجايب وعبد الله بن محمد بن هلي الهاجري، وفي المركز الرابع هناك الضبي مايد بن سعيد بن هلال الخاطري، وخامس المراكز اللي أتتنا شديدة سعيد بن محمد المطر بن حميد الخاطري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. ما شاء الله، يا سلام يا بالعبد، يا سلام يا بالعبد، بنعيد تاريخ العام الماضي، بنعيد تاريخ العام الماضي مع هذا الشعار الجميل، هذا الشعار المميز اللي عرف طريق النواميس. راشد بن عتيج بن سالم بالعبد الاجتبي، النقلة هناك على محطة مشرف أيها الإخوة، محطة العمدة ثاني المراكز، سالم بن حميد الشاعر العنيني المركز الثالث شديدة، سعيد بن محمد بن مطر بن حميد الخاطري. ولكن شوف القادم، شوف اللي وصلت في هذه اللحظات، شوف اللي وصلت في هذه اللحظات. هناك الضبي مايد بن سعيد بن هلال الخاطري في اللحظات الأخيرة. الله يا الخاطري، يا الخاطري، ولا بالعبد، بالعبد ولا الخاطري. راشد بن عتيج بالعبد الاجتبي، الاجتبي، التهاني اولا ايها الاخوة عتيج بن سالم بالعبد الاجتبي، وثانيا لمالك راشد بن عتيج بن سالم بالعبد الاجتبي. شكرا بسيدة على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني مايد بن سعيد بن هلال الخاطري، المركز الثالث شديدة للسيد سعيد بن محمد المطر بن حميد الخاطري، وفي المركز الرابع هناك ايها الاخوة اللي في المركز الرابع. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. أعطينا توقيت سعيد، دقيقتين وعشر ثواني، خمسة من الأجزاء من الثاني. سلام، سلام عليكم يا أبناء من عتيج.